بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه المسيح بمناسبه السنه الجديده هناخد فصل جميل جدا هندخل فيه مع المسيح، ان هو عمل اجتماع حلو جدا، وكمان في الاجتماع دوت بيتكلم على السنه الجديده السنه المقبوله، يعني فصل يناسب المناسبه الجميله ديت. والفصل دوت مأخوذ من إنجيل القديس لوقا. انت قفلت على نفسك استاذ جميل، هفتح لك تاني. الفصل دوت باذن بنعمه المسيح مأخوذ من انجيل القديس لوقا أصحاح 4 من آية 16. إيه اللي حصل؟ بيقول: وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، معروف إن السيد المسيح قعد 30 سنة الأولانيين في الناصرة، ودخل المجمع حسب عادته. عاوزين نحط تحت عادته خط، عشان النهاردة كل واحد فينا هينقي للسنة دي إيه الدروس اللي هيتعلمها من الاجتماع بتاع بابا يسوع. هنتخيل بقى إن السيد المسيح هو، مش هنتخيل ودي حقيقة أحبائي، إن السيد المسيح هو بيقود الاجتماع وهو اللي بيسمعنا. عشان كده في الكنيسة بنقول يجي الشماس يقول: قفوا بخوف من الله نسمع الإنجيل المقدس، مش من الشماس ولا من الكاهن، لأن السيد المسيح شخصيا هو اللي بيسمعنا. دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. احنا ما خدناش ده لسه، الموضع دوت موجود في اشعياء 61، ما وصلناش ليه. بيقول: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، عد معايا البركات، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق، للعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه. ويبقى واكرز بسنة الرب المقبولة، سنة 2021 هنستلمها من إيد المسيح وتبقى دي سنة الرب المقبولة. وبعدين: ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. بيعلمونا الآباء، بيقول لما يجي الكاهن يوعظ أي خادم يوعظ، مش هو اللي بيوعظ، لو كان هو اللي بيوعظ مش هنطلع بأي حاجة، لكن عيوننا شاخصة للمسيح اللي بيستخدم الخادم ده. ففي المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم، شوفوا الجمال بقى، إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. تعالوا نشوف الوعود. أول حاجة ناخد درس الناصرة. لما نيجي نسمع عن الناصرة، الناصرة ديت مصدر شر ووباء، ومحدش يتشرف إن هو ينتسب إليها. أمن الناصرة يخرج شيئا صالحا، لكن نجد السيد المسيح له كل المجد بيعلمنا درس دلوقتي، إن المحتقر يقدر يحوله لنا النهاردة لبركة ومجد عظيم. ذكرت كلمة الناصرة 20 مرة في العهد الجديد، وكان دايما يقول يسوع الناصري. لما ظهر لبولس الرسول، بولس الرسول بيقول له: من أنت يا رب حتى أضطهد؟ وقال له: أنا يسوع الناصري. بطرس الرسول برضه في سفر أعمال الرسل لما قعد يبشر الناس اللي هم مأمنوش قال لهم: يسوع الناصري أقامه الله. ديت أول نقطة، ما انتش محتقر وما تبصش لنفسك أبدا، انت في المسيح يسوع ممجد من خلال الناصرة. كلمة داخل المجمع حسب عاداتي، عاوزين ناخد درس منه. حسب عاداتي يعني ايه؟ يعني السيد المسيح معايا، يسوع المسيح متعود. عاوز اقول لكم ثلاث حاجات السيد المسيح كان متعود عليها. يا رب يدينا العاده دي، يا رب يدينا الثلاث عادات دول. عد معايا، اول عاده مكتوب عنه في لوقا 22: ولك ومضى كالعاده
إلى جبل الزيتون ليختلي ليصلي. إيه رأيكم في العادة دي؟ مش نفسنا فيها؟ طب إذا كان السيد المسيح اللي مش محتاج يصلي النهاردة عاوز يسلم لنا النهاردة في السنة الجديدة إن يبقى عندنا عادة، بس العادة دي عادة حلوة، إن تبقى عادتنا الصلاة. ما أجمل الصلاة في كل ظروف حياتنا. أنا مش هوسع في المواضيع، أنا هديك يعني إحنا هناخد من إيد المسيح العنوان أو النقط وإحنا نقول يا رب عمقها جوانا. تاني عادة بيقول لك إيه؟ زي بتاعت النهاردة أهو، ودخل المجمع حسب عادته. يبقى إذا عادتنا كمسيحيين يقول لك راح يوم الحد القداس كعادته، أو الكنيسة النهاردة عاملة اجتماع والناس راحوا كعادتهم. يا ترى عادتنا ان احنا نروح الكنيسة جوانا الكنيسة؟ هذه كمان عادة حلوة السيد المسيح عاوز يسلمها لنا. كمان في الانجيل القديس مرقس قال لنا عادة تاني، قال لك كعادته كان ايضا يعلمهم. وطبعا طبعا اللي بيعلم المعلم. فالثلاث عادات دول نفسنا نفسك فيهم، نفس حضرتك فيهم. يا رب ادينا تكون عادتنا، نغير العادات بتاعتنا النهاردة وتبقى عادتنا تتحول لعادة، عادة صلاة، عادة روح الكنيسة، عادة إن إحنا نسمع الكلام ونقعد مع الإنجيل ونتعلم زي ما إحنا دلوقتي قاعدين إن إحنا بنتعلم. عادة الصلاة هنتعلمها، ما نقولش ورانا مشغوليات، ما نقولش ما فيش وقت ليها، لا ده ديت مقدسة. النهاردة المسيح دخل راح جبل الزيتون علشان يصلي، راح المجمع علشان يودينا الكنيسة، راح يعلم علشان احنا نتعلم منه. لان طبعا يقول كده يوقظ لي اذنا كل صباح، يقول يا رب اهو انا اذني مفتوحة ليك الصبحية ديت، اديني شوف انت عايز تديني ايه. ده ما فاكرين النبوة اللي قلناها في عشاء النبي؟ أعطاني الله لسان أهل المتعلمين لكي أعرف أن أغيث المعي المعيي بالكلمة. كويس كده؟ طب هنا لما يقول دفع إليه سفر أشعياء النبي، يعني زي ما شفنا إن هو ما اقتحمش، هو كالعادة كده دخل عارفينه كمعلم، وعارفينه إن هو جاي من كفر نحوم، وعارفينه إنه جاي بيعلم هناك وعمل معجزات، اتفضل ادينا. لكن هنا السيد المسيح ما اقتحمش المجمع زي ما كان برضو علم تلاميذه ان هم في المجامع ما كانوش بيقتحموا. طب احنا عايزين ندخل للعطايا بتاعت النهارده بقى. دفع عليه سفر اشعياء النبي، اصل في المجمع اليهودي يا احبائي لازم تعرفوا ليهم نظام زينا. احنا عندنا الكنيسه كاتاميروس، كاتا ميروس يعني حسب اليوم، القراءات حسب اليوم. هم عندهم كل يوم ليه قراءات، فأكيد الأسبوع دوت أو الوقت دوت كان عليهم أشعياء النبي. ولما فتح السفر جه السفر الجميل اللي مكتوب عنه، يعرف الشاهد ده أشعياء 61. الرسالة بتاعت النهاردة هتناسب كل حالتنا. دور على نفسك، حضرتك دورها وأنا هدور على نفسي وأشوف أنا مين دول. يا ترى أنا مسكين منكسر القلب، قلبي مكسور؟ يا ترى اتأثرت في عادة شريرة؟ النهاردة اللي هي رسالة جميلة جدا من ربنا. طب أعمى؟ مش أعمى، مش أعمى البصر، لكن ممكن أكون عيني متغمضة على أمور كتيرة جدا، ماشي في طريق والطريق ده يهيأ لي إنها طريق خير. النهاردة السيد المسيح ممكن يفتح لي عينيا عشان أعرف طريق الخير من طريق الشر. وكمان وأرسل المنسحقين في حرية. أي إنسان في عبودية النهاردة السيد المسيح جاي برسالته علشان يحرره. هناك أؤكد بسنة الرب المقبول، عطايا النهاردة رسالة جميلة جدا. كل إنسان فينا هيسمع صوت ربنا النهاردة، هيديها عطايا، سلمها للكنيسة وسلمها كمان، وهيسلمها النهاردة لأسرة سمعان الشيخ. بشارة للمساكين هيديهم فرح، عد معايا. الشفاء المنكسر القلوب هيشفيهم، هيدي حرية للمأسورين، هيدي نور للعمي، هيدي برضه هيحرر حرية للمنسحقين، وفي النهاية هيكرز بسنة الرب المقبولة. طيب
تعالوا كده نمسك ونشوف من كل واحدة من دول نقط سريعة سريعة. عاوزين نعرف إن السيد المسيح تجسد من أجل خاطرنا، من أجل طبيعتنا، علشان يدينا الطبيعة البشرية الجميلة اللي خلق عليها آدم قبل السقوط. كان آدم عنده طبيعة جميلة جدا، آدم ما كانش بيمرض ولا كان بيغضب ولا كان عنده أي شيء، كان في سلام تام. ليه؟ لأن ما فيش خطية. لكن طبعا بعد ما الإنسان أخطأ، إيه اللي حصل؟ الشيطان سلب منا هذه الطبيعة الجميلة. ولكن كان السيد المسيح لابد أن يأتي علشان ياخد طبيعتنا ديت فيه ويجددها لنا من تاني ويدهنا علشان خاطر، وقام بالمهمة ديت علشان كل إنسان فينا بالمسيح يسوع يقدر يسلك بالطبيعة الجديدة دي. 6 عطايا، تعالوا نشوف. لأبشر المساكين، أول نعمة، أول عطية، أول هبة، أول عمل للمسيح إنه هيبشر المساكين. مين المساكين دول؟ المساكين دول ممكن يكونوا الغلابة، ممكن يكونوا الفقراء، ناس معدومة، ناس مصدرة بيهم، ملهمش أي قيمة، ناس مهمشين، ناس محتقرين. ده قال لهم في الموعظة على الجبل دول: طوباكم أيها المساكين بالروح، لأن لكم ملكوت السماوات. أنا هقول لحضراتكم، لو ملوك العالم اللي عدوا أو قادة الكنيسة، أنا برضو أخليني صريح، لو جبنا البطاركة والأساقفة وجبنا عامة الناس اللي هم القادة ونقول لهم اختاروا ليكم ناس، أدي الشعوب قدامكم دولت، شاوروا على الناس اللي انتوا عايزينهم بقى. كل قائد وكل زعيم وكل قائد ديني هيختار صاحب المقامات العالية، هيختار الغني، هيختار اللي ليه واسطة، هيختار الأمور اللي هي الإنسان اللي في موضع قوة. لكن عمرهم ما هيبصوا للفقير ولا الجاهل ولا الضعيف ولا اللي ملوش واسطة. صدقوني ده اللي بيحصل. وفي الآخر يستصف المجموعة كلها، تصف على شوية غلابة، يجي السيد المسيح يفتقدهم دول يقول لهم: هو ما حدش اختاركم؟ ما حدش اختارنا يا سيدنا؟ لا، أنا جاي ليكم مخصوص بقى. إيه رأيكم؟ نحب إحنا كمساكين يختارونا القادة ولا يختارونا الزعماء؟ ولا النهاردة نقول: لا يا يسوع، أنا النهاردة مسكين بين إيديك، أنا عايزك تختارني علشان أعيش سنة جديدة معاك. مش كده؟ عشان كده بيقول لك إيه؟ اختار الله جهال العالم، اختار الله جهال الضعفاء والمصدرة، مش كده؟ حتى قال في الإنجيل: ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد. بطرس الرسول الغلبان ده كان شغال ايه، ولا يوحنا ولا كل باقي التلاميذ غلابه في غلابه. عشان كده بيقول لهم ايه؟ بيعلمنا درس ده بقى. يقول لهم: لما تحبوا تعملوا عزومه وليمه، اوعوا تدعوا الاغنياء، علشان الاغنياء هيردها لكم، ما خدتوش اجر. يقول لك: متى صنعت وليمه؟ فادعوا ايه بقى؟ المساكين والعرج والغلابه، عشان دولت مش هيردوا لك حاجه. صدقني، روح خليك مصاحب الناس اللي زي كده، يعني احسب نفسك وسط الغلابة دول. يعني مثلا لو جينا وشفنا ان يقولك، لما يقولك ارسل عبده في الوليمة اللي عملها ربنا، مش عمل وليمة وقال لعبده، هنا طبعا رمز للروح القدس، قال لعبده: روح ادعي الناس وقول لهم الوليمه وعدت. فطبعا ناس كتير جدا اعتذرت، اللي قال له: معرفش، انا عندي 5 ازواج بقر، مش هشوفهم، يعني هعتني بيهم، عندي فدان او كذا فدان، متجوز، كل الامور ديت. قال له كلهم اعتذروا. قال له: خلاص اعتذروا، روح بقى في الاذقه وفي الشوارع وهات الغلابه دول. بشرة فيها رسالة جميلة جدا لهذه السنة. لو أنا شعرت بأي موقف وحسيت إن أنا مسكين ومصدرة، الناس ما حستش بيا، أخويا ما يعني أهملني، طوبى ليك صدقني، لأنك اليوم أنت مدعو إنك أنت هتفرح. قارن كده بين العازر الغلبان اللي كان قاعد قدام القصر، قصر الملك العظيم، الآكل شارب خدم، والتاني غلبان بره. ايه النتيجة؟
طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. لعازر البلايا اليوم يتعذب والغني يتعذب. البلايا يتعذب، ثق انك انت اوفيت خيراتك. طيب يجي يطوبنا ويقول لهم طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم ملكوت في ملكوت السماوات. نمره 2، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب. ده مسحوا الاول وارسلوا، فاكرين انا احنا تاملنا في انجيل القداس الحد الثاني على البشاره، وقلنا من عمله ان هو مرسل. مرسل جبناها من سفر ايوب. يا ريت بعد حضراتكم الاجتماع كده ما يخلص روح اقروا ايوب 33 افكركم بيه. ارسل مرسل ووسيط حل المشكله. مين؟ يليه لداود لايوب قال له ان وجد عنده مرسل ووسيط. وكلمه وسيط طلعت ترجمان. عارفين يعني ايه ترجمان؟ يعني واحد بيترجم، عارف لغة المترجم واللي بيترجم ليه، عارف اللغة دي واللي عارف اللغة دي. فاللي هيجي يحل المشكلة ده لازم يكون عارف اللغة الإلهية وعارف كمان لغة البشر، ومحدش كان هيقدر يعمل الموضوع دوت إلا السيد المسيح له كل المجد. وانتوا عارفين بقى النبوة ان هو اطلقه من العبور في الحفرة، وفي الآخر غنى الإنسان المفدي يغني بين الناس وكده، ويغني بين الناس يقول لك عوجت المستقيم ولا مجازى عنه. بتغني ليه يا مفدي؟ لاني فدى نفسي من العبور في الحفر، اشفي المنكسر في القلوب، اشفي القلوب. طب ايه بقى المنكسر القلوب؟ انا هجيب لحضراتكم مثالين. المثل الاولاني عندنا اتنين ستات موجودين في لوقا 7، واحدة قلبها مكسور نتيجة تجربة قاسية وقعت فيها، آلام وأحزان اجتازتها، وواحدة انكسر قلبها من أجل خطيتها. كلكم عارفينهم بقى. لوقا 7 بيتكلم عن مرأة ابنة أرملة نايين، ابنها رايحين يدفنوه. طبعا ما فيش أكتر من هذا القلب المكسور اللي بيبكي. يا ولا طلبت منه إنه يقوم لها ابنها، لكن تقدم وقال لها من لا تبكي، الوحيد اللي يقدر يمسح الدموع ويشاركنا في دموعنا كمان. فطبعا هنا بقى ايه عمل ايه؟ شفى قلبها المكسور. لكن تيجوا بقى للمرأة الخاطية، اتكلمت قالت ايه؟ ولا كلمة، لكن جت من وراها باكية تبكي وتبكي على خطيئة قلبها مكسور بالخطية. قال لها ايمانك قد خلصك. فشفى الاتنين دول كنموذج. عشان كده مكتوب عنه أحبائي في الإنجيل غلب من تحننه. يا لما يقول لها ابعدي عني عيناك لأنهما قد غلبتانش، يعني ايه ابعدي عني عينيك لأنهما غلبتان؟ الدموع ما يقدرش عليها الحبيب، الحبيب يسوع ما يقدرش على دموعنا. يبقى نمرة واحد بشر المساكين بالفرح، وهنا شفى المكسور القلب. في حد فينا مكسور قلبه؟ وحد يشوف محدش هيجاوب على السؤال ده غير حضرتك وحضرتي وانا. النهارده رساله المسيح اطمن. النهارده قاعد معانا ويقول مفيش حد قلبه هيبقى منكسر خالص، في شفاء لاني انا امنت بيه بالمسيح. امنت بيه وبرسالته. نمره 3، لانادي للمأسورين بالاطلاق. الله، عارفين الانسان الاسير؟ يكون عنده رجاء في المسيح يسوع لأن هيحكم عليه بالإطلاق. أنت مأسور؟ طب أنت مربوط بحاجة؟ في دعوة هنا بالرجاء إن السيد المسيح النهاردة هيقول لنا هنيئا ليكم. طب هنرجع تاني ونجيب أمثلة من الإنجيل. كان في برضه شعب مأسور وفي شاب مأسور. الشعب اللي كان مأسور مين؟ كلكم عارفينهم. الشعب اللي كان مأسور دوت الشعب بني إسرائيل في مصر، اتذل ذل عظيم جدا. مش كده وبس، أطفالهم اترمت في البحر علشان فرعون يقضي على أولادهم. طبعا فرعون اللي هو رمز للشيطان مش عايز نسل المرأة يظهر علشان يكسر، أو نسل المرأة اللي هيسحق رأسه. فالشعب ده كان مأسور وغلبان وكان أطفاله بيموتوا.
لكن طبعا انقذهم. تباكى يا شعب بني اسرائيل. طب ومين اللي كان مأسور في بيت فوطيفار؟ يوسف الصديق. خلي بالكم، يوسف الصديق في بيت مين؟ فوطيفار. يطلع مين فوطيفار ده؟ رئيس الشرطة، يعني وزير الداخلية. وبعدين متهم يوسف قدامه ان هو تعدى على مراته وحاول يعتدي عليها. هو كده اتحاكم عليه بكده. هل يعقل ان انسان عبد تعدى على امرأة لوزير الداخلية بان هو كان يتعدى عليها يتساب كده؟ وعبد كمان، استحالة يا احبائي صدقوني. لكن لا لا، الى وقت مجيء كلمته. مين ده؟ يقول لك الى وقت مجيء كلمته، يعني ده بيقول الى وقت مجيء كلمة المسيح حكمت المحكمة حضورية ليه ان هو مش هيتأثر، هيطلق في الوقت المناسب. اللي كان 13 سنة يوسف في السجن، يقول عنه الكتاب ايه؟ اسرعوا بيوسف. يا عم اسرعوا ايه، على مهلك شوية. قال لا، هاتوه بسرعة، علشان الكلمة خرجت من عند الرب ان النهاردة يوم انطلاقه. تخيلوا معايا الراجل المقعد الأربعين سنة، الراجل بتاع سفر أعمال الرسل اللي كان قاعد عند بيت باب الجميل، الأربعين سنة مذلول الغلبان ده، مقعد من بطن أمه بيمد إيده علشان يشحت. لكن اليوم الأخير في السنة الأربعين كان على موعد إن هو هينطلق. أنا كل ما أفتكر الموضوع ده، وتصدقوني يا أحبائي، أنا بفرح بربنا. لو حطيت نفسي مع المقعد ده، أنا على موعد النهاردة إنه هيطلقني. بطرس ويوحنا يقول لك بص علينا، انظر لينا، إحنا ما عندناش فضة ولا ذهب، ما نمتلكش شيء، ولكن باسم يسوع الناصري. ها، كلمة الناصري جت، باسم يسوع الناصري قم وامشي. فقام ورقص وطفر وكان يمجد الله. إيه رأيكم لو قلنا للراجل ده تاخد 3 مليون دولار؟ طب 5 مليون؟ تاخد 5 مليون وتقعد تقعد كده ما تتمتعش بيهم وتفضل مقعد طول حياتك؟ حاشا. ليه؟ لأن ربنا بيقول ليه انطلق. رابع واحدة، وللعمي والبصر. طبعا هنا أحبائي معروف، محدش في الكتاب المقدس فتح عين واحد أعمى. العمل ده بالذات للمسيح، يعني لو بصيتوا لكل القديسين طهروا بُرّس وأقاموا موتى، لكن عند تفتيح عين واحد أعمى ده خاص بمين؟ بالسيد المسيح. ده يخص المسيح إطلاقا. واحد يقول لي طب أخبار أليشع زمان لما عم الجيش؟ لا، ده كان جيش العداء جاي وكان عاوزين يأذوا البلد، حكم عليهم بالعمى، كان عمى مؤقت وساقهم لملك اسرائيل. كمان الراجل الاعمى بتاع سفر اعمال الرسل، لما عليم الساحر، لما بولس الرسول قال له ايه؟ يضربك الرب بلا تبصر، لا تبصر الشمس الى حين، لانه كان في عليه شيطان وبيعطل الرساله. لكن النهارده السيد المسيح جاي يقول لي لو عينيك ما انت شايف الصح، ما يقصدش العين البشريه اللي احنا بنشوفها، العين الروحيه. طب هقول لكم على حاجه، تعالوا بينا نقعد قدام امنا حواء ونشوف ايه سبب وقوعها في الخطيه. عارفين ايه سبب خطيتها؟ العين، العين اللي بصت فاصيبت بالعمى الروحي. شوفوا كده، بيقول بصت على الشجرة رغم إنها شجرة وسط أشجار كتيرة جدا، لكن عدو الخير بيحلل حاجة ويجسدها كما لو كانت مفيش غيرها. يجي ربنا يقول له ما تشتهيش مرات صاحبك، صح يا رب؟ يجي شيطان يقول له دي مفيش أجمل منها، دي عارف مرات صاحبك ديت هي أجمل منها، بص كده عليه أحلى ست في الدنيا، يحليها الشيطان علشان يوقع على الإنسان. تعالوا شوفوا كده بيقول ايه على الشجرة، يقول لك ايه؟ أراءت المرأة، طب هتشوف بإيه؟ عد معايا. أراءت المرأة بعينيها، أراءت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. نمرة اتنين، بهجة للعيون، برضو العين شهية للنظر. ايه رأيكم؟ في خطورة هنا. عشان كده لما يقول لو أنا عيني غمضت على الأمور الروحية، قول لي يا رب عرفني السكة أرجوك، جايز أن أمشي في سكة
قدامي انا احكم عليها انها سكة حلوة ليا، لكن ممكن تكون عاقبتها الموت. الشيطان يا احبائي يزين كل ما هو فاسد، يبقى فاسد لكن يخليه حلو. ضربة الشيطان في العين من اقصى ما يكون، سكة الخطية وسكة الضياع بيقنعنا بيها، لكن علشان ايه؟ الانسان بيصاب بحمى. لكن نقول للمسيح الحقنا يا رب، انت فتحت النهارده رسالتك، هتفتح عينينا البصيرة، نفتح عينينا عليك كل صباح فنحس ان احنا شبعانين بيك. عشان كده قال للاعمى ايه يا احبائي؟ فاكرين قال له ايه؟ اذهب اغتسل في بركة سلوان. ايه يا عم؟ طب ما هو ميه، في ميه كتير جدا، وفي بحر كتير، في بحور كتير جدا، اشمعنى يا رب خصصنا دي بالذات؟ قال اعرف المعنى يا حبيبي. ما النهارده انا بقول لك ارسلني، الاب ارسلني، فبركة سلوان معناها ايه؟ مرسل، علشان الرمز والمرموز اليه. انا المرسل يسوع، انا الميه اللي هتنضفه في اي نظرة شريرة، في اي شهوة، في اي حاجة، في اي إدانة، في اي حاجة من الحاجات دي تتعطل الرؤية الروحية. قول يا رب انت جيت علشان النهارده تفتح عينيا. فاكرين العطايا ولا مش عايزين نعيد تاني؟ انتوا هتقروا النهارده الصح ده كله، ويبقى عليكم واجب لما نخلص الاجتماع. خامس حاجة، المنسحقين في الحرية. أرسل المنسحقين في الحرية. كلمة المنسحقين هنا الإنسان مستعبد لأي شيء. إحنا النهاردة هنيجي نحكم على نفسنا، أنت مستعبد بإيه؟ بغضب؟ طب بعصبية؟ طب بشهوة؟ طب بنوع من خطية؟ يعني اللي أنت مربوط بيه النهاردة، هتقول له يا رب انك انت من عملك ومن رسالتك النهارده اكبر عطيه هتديها لي انك انت هتحررني، هتحررني. لو انا مربوط انت اللي انت اللي تحررني يسوع. وفي الاخر يقول لهم ايه بقى؟ نتيجه ده كله بقى، نتيجه الحاجات دي كلها دي ليك، خد بقى الهديه بتاعتك بقى. اكرز، واخيرا اكرز بسنه الرب المقبوله. يا بعض العطائر المسكين والمنكسر القلب والمربوط والأعمى والمنسحق، أنا هكرز لك النهاردة بسنة الرب المقبولة. هديك سنة 2021 تبقى سنة مقبولة. عاوز أعرف حضراتكم وهختم كده بقى، سنة الرب المقبولة دي هي اليوبيل، هتلاقوها في لويين 25 أصحاح 25. سنة من أجمل السنين على كل إنسان عبد، على كل إنسان مقيد، على كل إنسان عليه دين، على كل إنسان كان عنده أملاك وراحت منه. السنة دي سنة مباركة. هو قالها النهاردة، وأكرز بسنة الرب المقبولة. إيه اللي باليوبيل دي؟ بيقول سنة اليوبيل دلت لو في عبد محكوم عليه دين، السنة الخمسين دي خلاص هيبقى بريء. لدرجة إن هما أحد الآباء بيقعد يصور كده، بيقول لك الناس العبيد اللي قاعدين في البيت دلوقتي، والناس اللي مديونين واللي اتخذ منهم املاكهم بسبب ان هم كانوا فقراء، حاطين ايديهم على وشهم، على وجوهم، ومستنين ايه بقى؟ رئيس الكهنه لما يمسك البوق اللي من فضه، والفضه دي رمز الكلمه الله، كفضه مصفاه 7 اضعاف. هيمسك رئيس الكهنه البوق وهينادي بيه في وسط الشارع، مين اللي يسمع؟ ومين اللي يفرح؟ ومين اللي يتهلل؟ كل إنسان عبد وكل إنسان مديون يسمع البوق اللي من الفضة. يا سلام، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله يتبدل الحال. إيه رأيكم؟ في لحظة وفي طرفة عين بعد البوق ما بيضرب، الحال يتبدل. اللي كان في خطية يتحرر، اللي كان تحت عبودية يتحرر. أي إنسان فينا فقد حريته، أي إنسان فقد شيء النهاردة 2020 مربوط بأي شيء، تعالوا النهاردة كلنا نرفع قلوبنا وإيدينا ونقول له يا رب، يا رب، يا رب خليها سنة حرية، يا رب اجعلها أن تكون سنة بركة وسنة إبراء. ما هو بيسمي سنة الأوبيل سنة البركة وسنة الإبراء، سنة بركة وسنة إبراء لكل نفس فينا وللكنيسة كلها في كل مكان وسط شعبك يا رب. قولوا معايا، يا رب يسوع المسيح
استجب لينا في كل آن وكل أوان، تباركنا بركة روحية. لك المجد في كنيستك من الآن وإلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهرين، آمين.